هل تريد تعلم صناعة رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي بدون خبرة وبدون أي جهد؟ لدينا لك الحل. دليل تعليمي خطوة بخطوة في أقل من 5 دقائق. مرحبا أصدقائي، في هذا الفيديو التوضيح هو المعروف أيضا بالكتابة على اللوحة البيضاء أو الوايت بورد، هو عالمي والجميل فيه أنني صنعته مجانا بموقع كينفا للذكاء الاصطناعي. فقط ما عليك سوى اتباع الشرح، وفي الأخير سوف تتعلم كيفية إنشاء مثله أو أفضل منه. وبالمناسبة أردت هنا مشاركة معكم أحد طرق الربح من خلال هذا المجال، لكن يجب العمل والصبر، وذلك من خلال موقع. فبخلاصة، إذا دخلت إلى موقع فايفر تذهب إلى خانة البحث، تقوم بكتابة وايت بورد فيديو، سوف تجد مجموعة من الأشخاص يقومون ببيع هذه الخدمات مقابل أموال محترمة. كما تشاهدون هذا الشخص يقوم ببيع هذه الخدمة مقابل أو ابتداء من 35 دولار، وهذه الفيديوهات التي يقوم بها مثلا. هذا مجرد مثال لطرق الربح منه، لذلك لكي لا أطيل عليكم سوف ننتقل مباشرة إلى الشرح. ولكن إذا كنت تشاهدون لأول مرة لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس وتعليق، أراكم تهمونا، ننتقل مباشرة إلى الشرح. أول خطوة نتوجه إلى موقع كينفا، كل العمل سوف نعمله على موقع كينفا، لذلك سوف أذهب إلى Create a Design، ثم سوف أقوم بتحديد الصورة المصغرة أو يوتيوب Thumbnail، أقوم بالضغط عليها ثم أنتظر قليلا حتى تظهر لي هذه الواجهة. كما قلت لكم العمل كامل سوف نقوم به في هذا الموقع. سوف أذهب أولا إلى التكست، ثم سوف أكتب الجملة الأولى الخاصة بي أو العنوان الخاص بي، صناعة رسوم متحركة بالذكاء الصناعي. الآن سوف أقوم بالذهاب إلى هنا، سوف أقوم بتحديد فونت بالعربية، أكتب أرابيك بهذا الشكل، أكتب أرابيك، سوف يقوم بإعطائي جميع الفونت الخاصة بالعربية. أقوم باختيار أي فونت مناسب لي، سوف أقوم باختيار هذا مثلا، يطبق تلقائيا على التكست الخاصة بي. ثم أقوم بتصغيره وأقوم بتحديد مكاني في الأعلى. الآن أقوم بذهابي إلى الأعلى. بعد انتهاء من التكست الآن سوف أبدأ بوضع الصور التوضيحية التي تتناسب مع التكست الخاصة بي. أذهب إلى إليمنت، ثم سوف أكتب أنيماسيون، ثم أضغط على أنتري، أذهب إلى جرافيك. هنا سوف أبدأ بوضع الأنيماسيون الخاصة بي، الفيديو الخاصة بي، أنزل إلى الأسفل وأحدد ما أجده مناسب، ثم سوف أقوم بتحديد هذه الصورة كأنها عبارة عن حل، المهم الذي يناسبني، ثم سوف أقوم بإعداد مكانه في الوسط مثلا. الآن سوف أقوم بإضافة أيضا في الأعلى كارتون بيرسون، سوف يقوم بإعطائي الصور كذلك. أذهب إلى جرافيك، سوف أقوم بتحديد صور لشخصية تقدم مثلا، سوف أقوم بتحديد هذه مثلا، سوف أقوم بوضع مكانها كما أشاهده مناسب كما تشاهدون الآن. أقوم بتحديد كذلك والتعديل على أي شيء لا أجده غير مناسب، ثم سوف أعود من جديد، قمت بكتابة Experience، ثم سوف أبدأ باختيار جرافيك يناسبني، سوف أختار مثلا هذا الجرافيك، ثم سوف أقوم بوضع مكاني في الأسفل، ثم بعد وضع مكاني سوف أقوم بإضافة تكست، سوف أذهب إلى التكست الأولى، سوف أضغط على Duplicate، ثم سوف أقوم بإضافة تكست تتناسب مع هذا الجرافيك دون أي خبرة حسب النظر للفيديو والصورة. ثم بعد انتهاء من كل شيء سوف أقوم بتحميله على شكل صورة في الأعلى، هذه هي الخطوة الأولى. بعد ذلك سوف نحولها إلى فيديو دون أي تدخل وبضغطة واحدة. سوف أذهب إلى داونلود، ثم سوف أقوم بتحديد بصيغة PNG، ثم سوف أقوم بضغط مرة أخرى على داونلود، وها قد انتهينا من الخطوة الأولى. الآن سوف أقوم بإنشاء صورة أخرى وهي عبارة عن الصورة التي شاهدتمها في البداية. قمت بكتابة دليل التعليمي في الأعلى خطوة بخطوة، ثم ذهبت إلى أنيميشن، ثم قمت باختيار هذه الصورة كذلك، عدت من جديد إلى إليمنت، قمت بكتابة كارتون بيرسون واخترت هذه الصورة لإمرأة تفكر، ثم كذلك عدت من جديد، قمت باختيار تايمر، ثم الآن قمت باختيار من جديد بالعودة إلى التكست، وقمت بكتابة في أقل من 5 دقائق وهي عبارة عن جمل وصور تعبيرية. الآن سوف أضيف سهم فقط من إليمنت من الجانب، ثم قمت بضبط مكانها بكل سهولة. الآن انتهيت من الصورة الثانية، ما علي سوى تحميلها بصيغة PNG من الأعلى. قد انتهينا من إنشاء جميع الصور، تبقت لنا الخطوة الأخيرة وهي تحويل هذه الصور إلى فيديوهات. ما عليك سوى الذهاب إلى Application في الأسفل، ثم Speed Paint في الأعلى، ثم تدخل إلى هذا التطبيق الرائع الموجود على
كينفا، نضغط هنا ثم ينتقل بي الى هذه الواجهه كما تشاهدون الان. هنا سوف نبدا بتحميل الصوره تلو الاخرى، نضغط هنا ثم سوف نحمل الصوره الاولى، نضغط على اوفرير. الان سوف ابدا بضبط الاعدادات. هنا الفريمات سوف اقوم بتحديد 60، غالبا اغلب الفيديوهات لليوتيوب تقوم بانشاء بين 30 و 60، سوف اتركه على 60. هنا توقيت الانشاء سوف اختار مثلا ثواني، في الصورة الثانية سوف اختار 10 فقط للتنويع. هنا سوف اتركها نو كولر، سوف اتركها عادية. هنا اذا اردت تغيير لون الباي جراوند سوف اتركها باللون الابيض، اختر ما شئت. هذا اختيار خاص باليد التي تقوم بانشاء الفيديو، قم بتفعيلها. كذلك اختيار الثاني ايضا قم بتفعيله. وان لم يتبقى لنا سوى الضغط على انيميت مي ايماج، ثم ننتظر فقط بعد الثواني. وهذا هو الفيديو، سوف اقوم بجعله كخلفية ثم اقوم بتجربته بكل سهولة. اضغط هنا كما تشاهدون الصورة اصبحت على شكل فيديو بشكل رائع. الان بعدما انهى الموقع الفيديو الخاص بي اقوم بتحميله على شكل فيديو من الاعلى، ثم اضغط على شير ثم داونلود، ثم اختار امبيكات ثم داونلود. بعد ذلك قمت بإنشاء الفيديو الثاني فقط بتحميل الصورة الثانية، وقمت بتغيير 10 ثواني أنيميت إيماج، قمت بجعلها كخلفية. والآن هذه هي تجربة الفيديو الثاني. الأمر بسيط، لن يحتاج منك سوى ضبط الأفكار وتناسق الكلمات مع الصور بكل سهولة، ما عليك سوى تحميلها. الآن سوف نقوم بتحميلها كما قمنا بالفيديو السابق. ما ينقصنا الآن هو صوت، يا إما أن تقوم بوضع صوتك أو صوت للذكاء الاصطناعي. سوف أريكم مثال للذكاء الاصطناعي بواسطة موقع Eleven Labs المعروف به أصوات عالمية. فقط قم بتحديد الصوت الذي يناسبك، مثلا سوف أقوم بتحديد هذا الصوت، ثم سوف أقوم بترك الإعدادات أو ضبطها أو تغييرها، ثم سوف أبدأ بوضع النصوص التي تناسب الفيديوهات الخاصة بنا، ثم أضغط على Generate. الخطوة الأخيرة وهو تحميل الأوديو، ونهاية لم يتبقى لنا سوى جمع الفيديوهات مع الأوديوهات مع إضافة موسيقى تتناسب مع الفيديو في برنامج المونتاج مثل كاب كات، ثم نحصل على النتيجة التي شاهدتموها والتي سوف أكررها الآن. ونهاية أتمنى أن تكون الفكرة قد أعجبتكم وقد تم توضيح الأمور ببساطة. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس وتعليق. أراكم تيمونا، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم. هل تريد تعلم صناعة رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي بدون خبرة وبدون أي جهد؟ لدينا لك الحل. قمنا بتسهيل الأمر عليك دون أي مجهود. دليل تعليمي خطوة بخطوة في أقل من 5 دقائق.